يا ريت يا جمانة بس إلى لسلمى لأنه أنا مضطرة أبدأ. ألور صبايا بريمير، ما قبل ما إنه نبدأ في بس العنوان لازم لكم عنه، لو كلوب ديز إكسبلوراتور، يعني هلأ بدنا نحكي عن مجموعة أو الناس اللي بتنتمي لمجموعة المستكشفين. إكسبلوراتور هن الناس اللي بيكونوا مستكشفين بيستكشفوا. طيب اون فا كومونسي بار لي نو ماسكولان نو فيمينا، طبعا رح ناخذ بس اثنين تابلو واللي هن اون فا كومونسي بريمير مو ان شان يعني حقل، ان انيمال حيوان، انيمو بتصير حيوانات، يعني لما بتاخذ الكلمه ا يو اكس فهي بتصير بالجمع بيكون قصدهم حيوانات. ان لابان ارنب، ان اكسبلوراتور مستكشف، ان ادوليسون او ادو مراهق، ان اليمون عنصر. اما بالكلمات الفيمينا فعندي لا كومباني الريف، اون فوري الغابه، اون فيرم مزرعه، اون ريفيير نهر صغير، اون بول دجاجه، اون فريز فراوله، اون اكسبليكاسيون تفسير، اون جورني فتره نهاريه، اون اكسيون حدث، اون اومليت عجه بيض، ليكولوجي علم البيئه، واون ايرور رعب. دايس ليش بطل هيدا يفوز؟ طيب بس بدي اشوف اذا هون رح يعطوني قبل اليونت شي بعد، ايه ولا اذا يا بنات اللي رح يصير انه رح ناخد هيدا كله، هيدا كله رح نضطر ناخده لانه في اسا كلمات تانية بقلب الشابتر. فرح نكمل راكونتي يعني يحكي، باسي يعني يقضي. طبعا هون برجع بذكركم انه الفير باسي ليه معنيان، يا بيجي بمعنى يقضي يا بيجي بمعنى يمر. اوكي بس لا يكون عندكم فكرة. سوبيني يستحم، سوبروموني يتنزه، سنورير يطعم أو يغذي، رمسي يجمع، رونكونتري يقابل. آخر بارتي أنسامبل معا، إفيكاس فعال، أنفي في الواقع، أنفي في الواقع، سينول يعني ولا شيء لا قيمة له، باسي هي عكس كلمة بروشان، باسي بتعني ماضي وبروشان بتعني قادم، دوما يعني غدا، aujourd'hui اليوم، très drôle مضحك جدا، il n'y a rien لا يوجد شيء، monter à cheval يعني الصعود أو يركب الحصان، وبعدين عندي donner à manger à يطعم، casser par accident يكسر بطريق الخطأ، pas satisfait غير راضي، être d'accord موافق، oh là là l'horreur يا للبشاعة، c'est vrai هذا صحيح، les jeux de société يعني ألعاب الذكاء. حدا عنده سؤال صبايا لحد هلأ؟ ايه أوكي تمام. هلأ هون يلا رح نبدأ بهيدا، طلعوا. فإذا مثل ما نكون شايفين عندي بنت بتحكي فوق بتقول كم سالو موا سي جان، اسمها جان، سي جي 17 ans عمري 17، جيم و جو نيم با، جيم لي زانيمو بحب الحيوانات والإيكولوجي اللي هو علم الارض، ولي جو دو سوسيتي العاب الذكاء والتلفزيون. طبعا بثلاث صور اللي قدامنا هون مره عم بيورجونا شو عم يعملوا نهار السبت سامدي ابري ميدي، السبت بعد الظهر، هون الاحد من بالليل ديمونش سوار، ولندي ماتان طبعا بيكونوا صاروا بقلب المدرسه. اوكي تعلق. اوكي رح نكمل. الور جان أم شو يا أسماء؟ شو بتحب جان؟ يلا كيسكو جان أم يا أسماء؟ لتر ايمس لتر اي ليكولوجي تري بيان. أسماء بعد وحدة سلون لفوتو نيمورو 1 لي زادو جو شو عم يلعبوا؟ فوتبول فولي تنس ولا بين بون؟ بولي كويتيات. لا ثانية، لتر سي لتر سي اللي هي تنس. لا طابة كبيرة يا أسماء، شو بك؟ أنا مش عارفة الصراحة كيوت. اوكي يلا الورت كاسكو تي فاش وزير، طابة كبيرة التنس، طابة صغيرة بولي فولي تريبيا صح. يلا يا جمانة اللي بعدها عندك تنتين لألك، سلون لفوتو نيميرو دو تانية هون،
الشجر سون نافيك سور انترنت دي سين ان تابلو اتودي سي لو سون ولا ريغارد لا تيليفزيون. هتبقى سي. هتبقى سي. تري بيان. نيميرو 3 يا جمانة كمان انتي، سي لا فوتو دون كلاس دان كلاب دون ميزون ولا دون رو. هتبقى الأولى. تري بيان. يلا يا اسماء، جان ا قديش ان 10 7 17 18. أسماء طيب يلا حبيبي قولي لي، جان قديش عمره؟ هتبقى لتوسيم. سي تري بيان. يلا يا جمانة، جان ريغارد لا تلفزيون، هل هي تحب ولا تفضل ولا تعشق ولا لا تحب على الإطلاق؟ هني شو قالوا فوق يا جمانة؟ طلعي، هل حطوا كلمة أعشق أو أفضل أو ولا حطوا لك بس جام؟ ها جمانة، هتبقى الأخيرة مس. لا أوعى. مزبوط مزبوط، أنا كنت فاكرة إنه هي بتحبه. أوكي جماعة يلا رح نكمل. وهلأ في عنا هيدي الصورة يلي فيها طبعا illustration يعني صورة، فوتو illustration يعني صورة، عندي ثلاث أشخاص جان لور وبرونو، تمام؟ فهن موجودين بهيدي الصورة عم يورجوكم كيف إنه بلشت. عم تشوف هون عم تتذكر يمكن شي صار معها. وبارك جان اي سا سور لور رانكونتر برونو ان كوبان دو كارتيي. فإذا بكانوا بالحقلة بالحقل بالجنينة بالحديقة، فجان وأختها، جان هيدي جان اللي لابسة زهري وأختها اللي لابسة أصفر اسمها لور، التقوا بمين؟ التقوا ب بصديقهم برونو، وهيدا البرونو هو ان كوبان دو كارتيي يعني صديق من الحي. ذكر طبعا الأسئلة رح تكون لها علاقة بالإليستراسيون يعني بالصورة. رح نبدأ. السلام عليكم يا سيد، كيفك؟ سلام، بس الحمد لله. تمام. كيفك يا سلمى؟ الحمد لله يا مس. اوكي صبايا شباب رح نبدأ. هلا انتم ببنكم أربعة، رح نرجع نعمل الدور كل واحد لحاله. Je vais commencer avec سلمى. سلمى، جان إيلور رانكونتر برونو وين؟ أو كافي أو بارك أو ريستوران ولا أو ليسي؟ ومس مس هو مس انا دوري انا سلمى. ايه يا حبيبي، ايه ما قلنا سلمى. مس طلعي هون مكتوب هن وين يا سلمى. مس ها مس ثانية واحدة. هو الدرس ده موجود في النسخة الجديدة؟ لازم ان النسخة الجديدة ولا نسخة قديمة يا جماعة؟ كله موجود، ولكن يمكن أنا مش لاقياه مس. منك ملاقية حتى العنوان يا جمانة. كلوب ديز اكسبلوراتور. شو بس خلاص تمام يا مس. اوكي. طب سلمى انت معنا ولا انت مش معنا؟ لا يا مس معاكي. تمام حبيبتي. جان إيلور البنت جان اللي لابسه زهري ولور اللي لابسه اصفر اللي هن اخوه، التقوا ببرونو وين؟ بي مثلا تبقى بي اوبر وي تريبيا. سيد جان دون امونجي، جان تبقى اللي كمان لابسه زهري. اوكي جان هيدي دون امونجي عم تعطي لياكلوا مين؟ لابان ولا بول ولا شوفو ولا شيان؟ شو شايف هول اللي تحت يا سيد؟ خلينا نكبر الصورة شوي لأنه أنا الصراحة كمان أنا مش شايفة. لبا هما لبا، شو يعني لبا؟ يعني أرانب. أوكي لبا ايوه يعني أرانب. هتبقى سي نو نو سيد،
آه لابان شيفو يعني أحصنة، شيان يعني كلاب، بول يعني دجاجات. يلا سيد رجع من الوحدة لأني حسيت أني أنا اللي عملتها، سوري. يعني جان رماس شو؟ رماس يعني بتشيل من الأرض. شو بتشيل من الأرض؟ هل بتشيل لبنان ولا لتومات ولا لزف ولا لزورانج؟ طلع سيد اني قصدهم على هاي الصورة، هايدي ما بتشيل هي هون. ايوه، هتبقى بي بي تانية. بي تومات، طماطم. هل بيكون في طماطم مو جنبه فيكون في دجاجات وبإن الدجاج؟ ايه رأيك؟ سي ليزاف البيض. يلا يا أسماء، جان جوت بتدوق شو؟ لبنان لزورانج لزاناناس لفريز. بس اشوفها. مش هيحس في اجابات. بنان ولا أورانج ولا أناناس ولا فريز؟ افريز وي تريبيا. فريز. يلا جمانة، لور في لور شو بتعمل؟ باسكت ولا تنس ولا فوت ولا إكيتاسيون؟ هتبقى الأخيرة يا مسكتيكاسيون. إكيتاسيون تريبيا. لور سباني يا سلمى، بالريفيير ولا بالبيسين ولا بالمير ولا بالكنال؟ كنال هو مثل القناة، تمام؟ لأن الواضح إنه هي وين عم تتسبح. ها؟ هي ستة. السؤال السادس. سادس صح. طب تمام سليم. إيه هتبقى سي ام اس مير؟ لا ثانية، لا هي تقريبا دي مش لمير، لا دي لك ان هي فترعة، اصل ده مش بيسين على فكرة، او تقريبا ده نهر مظبوط بس انا مش عارف. مظبوط. وين النهر؟ طب دي ترعة، ترعة ولا نهر؟ لا ريفيير النهر. اوكي يلا رح نبدأ. ابدأي أسماء، جمانة، سلمى، سيد، سيد. أنا يلا يا جماعة، أسماء ابدأي حبيبتي بالقراءة. اللي هو الصف الأحمر ده. أيوة ماشي. دان لو بارك جاني ساسول لي كونتير انكوبا. يلا يا جمانة، في الدوزيام ليني. سالي ل في كيف سالو لي في ايه، بس ارسلي لي في اللي عندي ايه بو افي في في سي او سي ويك ان. تمام. يلا يا سلمى، نو سوم الي الا كومبينشي نو جراند بي. فارع. يلا يا سيد، سيد
طيب او لا لا لورور بوركوا تو دي سا بان باسكو il n'y a rien à la campagne pas de ciné pas de copains c'est nul. يبقى هيدي الصورة نفسها اللي شفناها هلأ من شوي انعملت ولكن بصيغة أو بطريقة الديالوج، تمام؟ عم بيقولوا لكم إنه بالبارك في عنا جون وسا سور أختها رانكونتر أن كوبان، يعني تصادفوا أو تقابلوا مع صديق. برونو بيقول سالو لي في، يعني سلام بنات، كيسكو فوز افي في سو ويكند، شو عملتوا بالإجازة؟ فجان بتقول له نصهم قال لي أن كومبان رحنا على القرية لعند جدي وجدتي. فبرونو بيقول أو لا لا لورور، انه يا الله شو هالشيء الفظيع اللي عملتوه. فجان بتقول له بوركوا تو دي سا، انه ليش عم بتقول هيك؟ فبيقول لها لانه لا كومباني ممله، ما في شيء بالقريه، لا دي سينما، ما في سينما، ما في اصدقاء، سينيول، يعني ما فيها ولا شيء، هي لا شيء. طيب اون فا كونتينيي بار لي كيستيون، نحاول زغرها مشان النص يضل باين. يلا اون كومونس، سيد تو نوز انتان يا سيد مانتنون، عم تسمعني الحين؟ طيب يلا يا اسمع كومون سي بيرسون بال دو ويك اند دي فاكونس دي ماشي. بريفيري دي اكتيفيتي مانويل. لتر ايه؟ وي لتر اي تري بيان. جومانا برونو جان برونو رانكونتر جان وين؟ ايه سا مير سا كوبين سا سوير ولا سا فامي؟ مين كان مع على جان؟ تبقى بي بي تري بيان. اون كونتينيو. جان اي سا سوير يا سلمى سون تالي لوين؟ لو ويك اند. وين راحوا بالويك اند؟ ايه يا مس ايه هتبقى ايه بي تري بيان. سيد انت سامعنا؟ ليكو شوفوا لي اصلا سيد نسيت هون ولا خرج؟ لا والله هوني معنا. سيد عم تسمعني يا سيد؟ الو الو، حول. طيب مش سامعنا. اون ريبيت دو نوفو. يلا يا اسماء، جان اي سا سور سون تالي شي مين؟ لعند مين راحوا يا اسماء؟ إيه ليه جراند بارنس بارون تري بيان. جومانا برونو على كومباني، هل هو ابيت ولا فا توجور ولا نيم با اللي ولا بروبوز اللي؟ هتبقى سي سي تري بيان، نيم با اللي ما بيحب. سلمى Selon Bruno, à la campagne, on ne peut pas aller au cinéma, on peut rencontrer des copains, on peut aller au club, il n'y a rien à faire. شو رأيه لبرونو بالنسبة للقرية؟ دي هي مثلا تبقى دي إيه أكيد دي، il n'y a rien à faire، يعني ما عندنا شيء نعمله أبدا. يلا يا جماعة، on va continuer. كمان يا الستار. يلا، je veux le lire très rapidement. Il raconte leur week-end. كل واحد بلش يحكي عن الإجازة تبعيته. لور بتقول Mais non, moi j'ai passé deux jours super. أنا أمضيت يومين رائعين. Je me suis baignée dans la rivière. رحت سبحت بالنهر. J'ai fait du VTT dans les champs. عملت VTT اللي هو الفيلو الدراجة اللي بتمشي على الطرق الوعرة. Et je suis promenée à cheval dans la forêt. وتنزهت على الحصان في الغابة. فبرونو بيقول وا تو سي مونتي ا شوفال جينيال، بيقول لها انه بتعرفي تطلعي على الحصان، انه عن جد رهيب. بتقول له جان اي موا جو سوي الي شي لي فوازان، رحت عند الجيران. ils ont une petite ferme avec des animaux، عندهم مزرعة صغيرة فيها حيوانات. و جادور، كثير بحب، بعشق. جي دوني ا مانجي او لابان، طعمات الارانب. بعدين جي راماسي دي فريز. لا وي الا جوي افيك لي لابان، ولعبت مع الارانب. جي راماسي دي فريز، يعني لميت او شلت او قطفت الفراوله. الا مونجي دي فريز، قصدها انه عم يعني مثل اللي عم تتمسخر، انه ما قطفت، هي اكلت. دونك نو سو ني با فري، جي راماسي دي زو، وشلت كمان او لميت البيض. اه وي سي سا سي فري، اي تو يا في اون بيل اومليت، ورحتي عملتي فيها عجه. فبتقول لها ها تري درول بون وي جي كسي انا، وبالفعل كسرت بيضه. اي توا الور برونو كاسكو تو يا في تو يا باسي ان بون ويك اند، شو عملت؟ هل مضيت، هل امضيت عطله نهايه اسبوع جميله؟ فبيقول لها او ان في جو سوي ريستي على ميزون طول الويك اند، بقيت بالبيت كل الاجازه. جي جوي على جو دي فيديو، لعبت بالعاب الفيديو افيك ارتور.
وحضرت فيلم باتري اوريجينال كوا جو بو فينير افيك فو لو ويك اند بروشان. فاذا من مشكله رح احاول اجي معكم الاسبوع المقبل. تمام يلا هلا رح نرجع للاسئله. سيد تو نو زونتون يا سيد يا عيني تو نو زونتون، عم تسمعني ولا لا؟ اوكي بنرجع لعند يا صبايا لعند اسماء. يلا عم نمشي هيك بهذا الدور والكل عم يلحقوا دور. اوكي يلا يا اسماء اذا بتريدي. ماشي. اسماء برونو اباسي لو ويك اند وين؟ Faire l'équitation, ramasser des fraises, donner à manger au lapin, jouer à des jeux vidéo. هتبقى لتر بي. Lettre B. Très bien, jouer B ولا D؟ بي شو B؟ نحن عم نحكي عن برونو يا أسمع حبيبتي. نحن عم نحكي عن برونو. سي او او بي ار. ايوه صح اوكي. ماشي تبقى لتر دي. دي تري بيان. يلا يا جمانة على كومباني جون اي علي على فيرم. فيرم تبعت مين؟ دي جران بارون، دي فوازان، دي بارون ولا دي كوبان؟ هتبقى سي. دو اي وحدة سي. برافو، دي فوازان الجيران. تمام سلمى. دون لا فيرم جون يا مين يا مين يا مين كان دون مين؟ سلمى يلا يا سلمى. دون لا فيرم جون شو بتعمل؟ هتبقى هل ايه يا نسة؟ هتبقى ايه؟ اي اجوي افيك لي لابان؟ مزبوط، لانه نحن عم نحكي عن الحيوانات الموجودين بالمزرعة. اوكي تمام. روان يلا يا سيد نرجع نسأل سيد، عم تسمعني؟ سيد أصلا طلع. أسمى بليز اعملي لي أربعة. أربعة هتبقى لتر إيه؟ أوكي مين هتجيبي حبيبي؟ إيه يا حبيبي سامعتك. هتكون قلتي لي دي بوم. شو قلتي؟ أنا قلت لتر إيه؟ ايه فكرت فريز. لك سوري يا قلبي. تمام يلا جمانة لور افي دو في تي تي وين؟ هتبقى إيه؟ سمعني مس؟ ايه حبيبي وين قلتي؟ هتبقى ايه بيقولي؟ جي بيان دون لي شان. اخر واحدة اسماء سلمى. افيد دو ليكيتاسيون دون لا فوري، مين اللي عملت ايكيتاسيون؟ هل هي برونو، بلور، جان ولا ارتور؟ ايكيتاسيون يعني طلعت على الحصان. ها يا سلمى مين اللي طلع على الحصان؟ تمام يا مستنيه. برونو يا مس ولا ايه؟ برونو؟ لا لا ما برونو، لا لا ما برونو. مين؟ اسمعي شوفي فوق فوق. لور في لور هو اليور؟ لور ايه لور؟ لانه هي اللي راحت عملت برومناد بالهيدا، فاذا لور. يلا بخلصوا بسرعه بدي انتقل للي بعدها. يلا on peut continuer maintenant. رح ننزل يا علينا رح ننزل على هون. وهلا بلشنا بالدرس الأول اللي بهيدا اليونت. أوكي maintenant dire ce qu'on sait faire، يعني نقول ماذا نستطيع أن نفعل. هيدا leçon 1. هول الكلمات مش رح أعطي شيء منهم ولا رح أتعب حالي هلا أقرأهم. رح نبدأ ب
هيدا الشيء. وهلا طبعا هون كاتبين ليزانيمو دو لا فيرم، يعني حيوانات المزرعة، وكيف أنا فيني أحكي إنه عن الأبيتا تبعهم، شو اسمه بيتهم وشو اسمه الأكل اللي بيكلوه، الذكر شو اسمه والأنثى شو اسمه والولد الصغير شو اسمه، ومكان السكن، يعني وين السكن هون، ومكان اللي هن بيعيشوا فيه. هيدا آخر شيء. أوكي طيب، رح نبدأ طبعا، رح نبدأ بالحيوانات. أول حيوان هو لومال، يعني لومال الذكر. طبعا بنبدأ مع مين؟ لتورو، تورو يعني الثور، لافاش هي الأنثى تبعيت لتورو، بعدين عنا لوفو يعني العجل هو الولد. طبعا وين بيسكنوا أو وين بيعيشوا؟ يي علي، وين صرت أنا؟ أوكي، المكان اللي بيعيشوا فيه للتابل، يعني الحظيرة أو الزريبة. ماشي صبايا، تمام أيوة تمام تمام يا مس. أوكي جماعة، هلأ تاني وحدة عم نحكي عن الحصان. الذكر اسمه شوفال، الأنثى تبعيته جيمون، والولد اسمه بولان. طبعا وين بيعيشوا؟ بالإيكوري الاسطبل، التابل هيدي الحظيرة والزريبة، والإيكوري اسطبل. طبعا نحن رح نشوف كم حيوان ورح ناخد، يعني نحن ما بيكفينا حيوانات بحياتنا، هسه بدنا نشوف حيوانات بدراستنا كمان. والله العظيم شغلة يا جماعة، 1 2 3 4 5 6 7، يعني حناخد أربعة اليوم. أوكي فالأربعة رح يكونوا لعند الدجاجة، يعني رح نكبر الصورة بهالطريقة. طيب ثالث وحدة، طبعا وصلنا لعند الأرنب، لو لابان، لا لابين، لو لابيرو، هيدي أي وحدة بيشبهوا بعضهم كلهم، لابان لابين لابيرو. طبعا شو اسمه البيت تبعهم؟ اسمه كلابيه. عنا لو كوك، لا بول، لو بوسان يعني الديك والدجاجة والكتكوت، هو لو بولاي يعني بيت الدواجن. صبا حدا عنده سؤال يا صبايا؟ نيمز تمام. طبعا اعطيكم الفيرب فيفر، ومطلوب انه نحفظ هيدا الفيرب، هيدا الفيرب من افعال المجموعه الثالثه، ومنشان هيك هيدا يعني هول المجموعه يلي اذا بتتذكروا وقتها قلت لكم انه كل فعل بيتصرف على كيفه. فلاحظوا مثلا هون الفيرب فيفري اللي هو بينتهي ب في ار اي، كيف راح يصير؟ راح اقطش لعند الفي ار اي بالمفرد واقول جو في اي اس، تو في اي اس، ال في اي تي. بالجمع راح رد الفي واحط او ان اس، او زد، او ان تي. Alors, بصير الفعل je vis, tu vis, il, elle vit. Nous vivons, vous vivez, il, elle vit. وفعل vivre يعني يعيش. طبعا ليش بدنا نستخدمه كثير؟ لانه هون بدنا نستخدمه كرمال انه نحن وين بنعيش ممكن، وممكن نستخدمه كمان كرمال الحيوانات وين بيعيشوا. داكور؟ سيكلير يا حلوين؟ تمام. تمام اوكي. وصلنا هلا لليو دو لا كومباني، يعني الاماكن الموجوده في الريف. هن اربعه بس بدنا نحفظهم، اللي هن ان بري المرعى، ان بوتاجي المطرح اللي بينحط فيه الخضروات والفواكه، وان شان الحقل، وان فيني حقل كروم، يعني مطرح ما بيكون فيه عنب. داكور ماشي تمام. اوكي صبايا، بس خليكم معي دقيقة، هيك بشرفك خليني احكيها قبل بركي وانت تطلبها بهالساعة. اوكي صبايا، فاذا رح نكمل، وهلا رح نرجع ندخل على الاكزرسيس نفسه. طبعا بدنا نعمل اكزرسيس بهذا الخصوص. هذا الاكزرسيس هو لي كانار سوباني دون لو، الله هدول على الحيوانات جماعة، لا مني رح اعمله. اوكي لانه ما فيني اعمله قبل ما تكونوا حافظينهم.
بس فيني اعمل هيدا. يلا اون فا كومونسي، رح نبلش مع سلمى نقلب الادوار. يلا يا سلمى تو فا كومونسي. لي كانار، الكنارات، الكنار يعني البطل. اوكي فيف بيعيش وين؟ وشو بدي احط اي وحده يا سلمى؟ انا عم بحكي عن لي كانار يعني كان ايل افيك اس، اي وحده هو رح تختاري؟ يحبك اس مش اليا مس الكنار بنقول ان كانار، الور سي ايل افيك اس. تمام اوكي اوكي فشو رح تختاري فعل تبقى سي معه؟ سي تري بيان. يلا نكونتيني افيك جومانا. صحيح ما سمعت قبل اول يا حبيبي. تمام يلا يا جومانا. جومانا لا نيو دون لا بيرجوري. هتبقى ب بي تري بيان. يلا يا اسما. او لي موتون. هي هتبقى لتر سي ثانية لأ هتبقى لتر بي اوكي لتر بي اللي هي بي بي لي. عم نحكي عن بي بي عم تقولي ولا دي؟ أنا قلت اللي هو أين أنت؟ من انت بقى؟ انت عم تتكلمي عن لي موتون يعني كل الخواريف، يبقى حتحطي اي واحد؟ دي دي تريبيا. ورح نرجع لعند سلمى عن جديد. يلا يا سلمى. لا بول دون لا باكسكور. مس هو هنا مس يعني اللي هو ولا يعني اللي هو ال ايه ال او ال ال؟ لا هون اه ال تمام لانها بنوت. ايه تمام اوكي هتبقى بي بي تري بيان. جومانا لا بروبي دون لا بيرجري، شو راح تختاري؟ هتبقى التاني تمام يا جومانا. والان سوف ننتقل اللي بعده. الله الله هذا سهل، بس هيدا ليكو بما انه هن اربعه رح نعمل اثنين باثنين. دكور بس جماعه انا هلا هود الاشياء ولا اشياء مهمين تحفظوها. ليه؟ لانه ممكن يجيكم مثلا شيء انتم ما بتعرفوا تعبروا، اذا ما كنتوا حافظين اشياء ما بتقدروا تعبروا. فهون عاطينكم انه لليو اليز اكتيفيتي يعني اماكن او كل مكان محدد، وشو الاكتيفيتي يلي انا بعملها فيه. اوكي فاول شيء، أول شيء المكان الأول هو على كومباني، تمام؟ يعني في في القرية. فأول شيء النشاطات هن اون في دو لا في تي تي اي دو فيلو، اون مونت ا شيفال، اون ناج دون لا ريفيير، اون سو برومان دون لي شان. يعني بنطلع على الفيلو على الدراجة أو الفي تي تي، بنرجع بنطلع أو بنعمل ركوب حصان، ومن بعدها بنسبح في النهر، واخيرا اون سو برومان دون لي شان يعني بنتنزه في الحقول. اما بالتاني فالا فارم بالمزرعه، اون دون ا مانجي او زانيمو يعني بنعطي الحيوانات ياكلوا، اون راماس لي فريز منلم او منشيل او منقطف في الفراوله، واون راماس لي زو يعني منلم البيض. تمام فطبعا بهيدي البارت رح يكون عندنا اثنين بس. تمام وصلنا على هيدي البارت، طبعا ركزوا معي هيدي البارت يعني بتكون تفهموها منيح. اليوم بدنا نحن نعرف لو بلوريال دي نو اي دي ادجكتيف. بلوريال يعني جمع الاسماء وكمان الصفات، لانه تقريبا هو الاثنين بينجمعوا تقريبا بنفس الطريقه. طبعا لما بتكون شو العلامه الاساسيه لها؟ او اس او اكس، لانه الاس مش كل الاسماء بينحط لهم اس، في اسماء ما بيقبلوا الاس بيطلبوا انه ينحط لهم اكس. طيب ان لابان دي لابان اس دي فاش اس. لاحظوا الان تحولت لدي. هون عم نحكي هلا بالصفات، فير فير اس مينيون اس كونتون اس. يبقى في كلمات او اسماء يعني او صفات لو هي مش واخده شيء او اخده حرف عادي فانا بحط لها اس بكل سهوله. اما الكلمات يلي هي اوريدي يا جماعه اخده اس واكس، فكالعاده نحن لا منزد لها اس ولا منزد لها اكس، بنخلي الكلمه مثل ما هي. دكار تمام يا مس اوكي. مثل شو؟ مثل شوفوا ان موا دي موا، ان بري دي بري، ان بروبي دي بروبي، ان سوري دي سوري،
جرو جرو جري جري رو رو سيريو سيريو. لاحظتوا يا جماعة؟ لاحظتوا؟ فإذا هون الكلمات اوريدي اخد اس و اكس، فأنا ما عملت أي شيء. تذكر تماما. هلا كل الكلمات اوكي. هلا يا جماعة الكلمات اللي بتنتهي، اللي بتنتهي بشو؟ اللي بتنتهي ب او ا او او ب ا او اللي هي اوريدي اخدي او ا او او ا او، راح احط لها تحديدا او ا او هون، بس عندي او ا او راح احط لها اكس. طب ليش يا ام تيتشر؟ لانه يا جماعه الاو ا او هي والاس في خلاف قديم، فبتقول لها ما بدي الاس بدي الاكس. ذكر مثل الكلمات مثلا اللي هن انا نيو دي زانيو، ليكو او ا او اخذت اكس، شفرو شفرو اكس، تورو تورو اكس، بوبو اكس، نوفو نوفو اكس. داكور. اما الكلمات والصفات يلي اوريدي بتكون اخذت اقل، فهيدي الاقل رح تتحول ل او، اقل حكما رح تتحول ل او ا او اكس، يبقى الاقل بتصير ا او اكس بالجمع، سواء كانت أسماء ولا سواء كانت صفات. الحال نفسه سيكلير. أوكي يا جماعة، فإذا بنقول بنرجع بنعيد، أو أ أو هي بس بتقبل الإكس، أقل تتحول لأ أو إكس، وآخر الشيء وآخر الشيء في عنا كلمات هن أسماء شاذة، يعني يا إما الكلمة كلها بتتغير يا إما الكلمة أبدا ما بتتغير. مثل شو؟ مثلا اناي ديزيو، طب شو لها علاقه اي يا جماعه لتحولت لزيو؟ هيدي هيك، هيدي شواذ. جماعه دقيقه بيفصل الزوم، بس يفصل رجعوا ادخلوا فورا. وان ترافاي صارت ترافو، مع العلم انه ترافاي اخذت اي ال، يعني من ضمن الاقل، وعلى الرغم من هيك اخذت اي اكس. اما بالنسبه لكلمات مرو اورانج فهن انفاريابل. شو يعني انفاريابل؟ يعني ما بيتغيروا ابدا، لا بزيد عليهم شيء ولا بنقص منهم شيء. داكور سي كلير؟ واضح يا جماعة؟ حدا عنده سؤال بالنسبة لهيدا الدرس ولا سافا؟ واضح يس. تمام، بس بدي لكم شغلة، عم بيقولوا لكم دايما تحول الدي إلى دو إذا سبق الجمع بصفة. يعني مثلا أنا بقول دي بوم دي تير، دي بطاطا، أوكي؟ بس لما بقول دو بون بطاطا يعني بطاطا طيبة، حطيت قبلها صفة، فما بقول دي، حول الدي لدو.